عجلة. هذا الحلول شنو دورك برلماني في هذا السياق؟ هذا أن نستمع وأن نتعامل إيجابيا من خلال الضغط على الحكومة أن تفتح أذنها بشكل قوي وأن تزيد في المبادرات التي تقوم بها. الآن الحكومة قامت بمبادرات مهمة جدا، حفظت على القوى الشرائية من خلال دعم صندوق واحد مبلغ ديال 15 مليار ماشي سهل، دارت مبادرة استثنائية في تشغيل خارج نظام المباراة بالنسبة للحاملي الشهادات العليا الدكاترة والماستر إلى آخره، عليها أن تستمر إلى الآن. هناك مبادرات أخرى ذات طابع مؤسساتي إيجابية جدا تتعلق بالإسراع إلى وضع القانون الداخلي وإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حي الوجود. لهذا هذا المجلس الاقتصادي هو البداية السليمة والباب والأساس لحكامة سياسية واقتصادية واجتماعية في المستقبل، سيتعامل معها بدون شك الإصلاح الدستوري الذي سيأتي فيما بعد. هناك وضع آليات لتقوية مجال المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصبح له صلاحيات وله ضوابط وله المبادرة في مجاله، بحيث أصبح المواطن سيستشعر بأنه محمي فعلا في ممارسة الحقوق. أستاذ عمو، هذو كلهم مبادرات، الأغلبية يعني الإجراءات اللي تحدثت عليها هي مبادرات جاية من جلالة الملك. الآن نتحدث عن مسؤولية البرلمان. البرلمان اشنو هو دوره خاصه في الميدان ديال اللي تحدثت عليه، هو محاربه الفساد تماما، بحيث الفساد. ان البرلمان اليوم عنده امكانيه اضافيه لم يكن يتوفر عليها، سواء على الاعلان الاراده من خلال هذه التدابير الاصلاحيه اللي جات من في المده الاخيره، ومن خلال ما فتحته الحكومه، ومن خلال ما يطلبه الشعب بشكل مباشر وبشكل واضح. لم يهد عناك من حق البرلمان، لم يعد مسموح له ان يبقى يتداول بشكل عادي وطبيعي، بل له ان يستعمل كل صلاحياته ولو كانت محدوده. ومن بين الصلاحيات كاين مقترحات القوانين، مقترحات القوانين صحيح ان الحكومه عمرها ما تعاملت معهم بطريقه ايجابيه. اليوم شنو هو، كيفاش كتشوفوا انتم تعامل الحكومه مع مقترحات القوانين، خاصه اننا في محور محاربه الفساد، عطى الله ما يدار. هذا تيحي لنا شنو ما خصهم يكون الاولويات ديال البرلمان في هذه المرحله الدقيقه وهذه الظروف الغير العاديه كيف وصفتها. انا اعتقد انه الاولويات الان بالنسبه للبرلمان هو انه كاين هذا النقاش العمومي حول الاصلاحات الدستوريه، تيخص البرلمان يدخل فيه بقوه من خلال كل المحطات لا التشريعيه ولا الرقابيه، باش يغني النقاش ويغني هذه الورقات اللي تقدموا بها لا الاحزاب السياسيه ولا الفاعلين الاخرين، واللي تقدمت اللجنه المكلفه بتقديم افكار فيما يخص الاصلاحات كذلك، حتى نجيو نشوفوا المطالب ديال الشارع الان شنو هي. هي اولا قبل كل شيء الشغل، ثانيا محاربه الفساد، ثالثا قضاء عادل، رابعا مسائل ديال الحريات العامه. هنا في كل هذا سميتو البرلمان مطالب باتخاذ تدابير مستعجله تجاه الحكومه. فيما يخص مثلا الشغل، لحد الان يجب ان نقولها، الحكومه ليس لها برنامج جدي ومستدام. كل مره دابا تنحاولوا نحلوا واحد المشكل، ولكن الغد ليه تينوض واحد اخر اضعافه. الحكومة الآن مطالبة بكيفية مستعجلة أنها تنكب على هذا الملف ديال التشغيل ديال الشباب العاطل، وتجيب للبرلمان واحد المشروع ديال بعيد الأمد، ديال شنو كيفاش غادي شحال بينا نشغلوا في السنة لمدة 10 سنين ولا 15 سميتو. الحكومة عمرها قصيرة. لا يجب، واجب جدا، لانه الا ما حلناش هذا المشكل هذا ما. الان الحكومه في الاسبوع الاخير راه اقرت واحد مشروع قانون ديال محاربه الفساد والرشوه واستغلال النفوذ. الان البرلمان خصو بعين بعجاله يشوف هذا البرلمان باش يخرج لحيز الوجود في اقرب الاجل. القضاء راه كاين كذلك نصوص تخص اصلاح القضاء، تخص كذلك الوضعيه الماديه ديال الناس اللي تيشتغلوا في ميدان العدل، تيخص كذلك البرلمان يطرق لهذا الشيء بصفه مستعجله. هذه افكار. كذلك الشارع تيتكلم على بزوغ وافراز واحد النخبه سياسيه ديال الهيئه المنتخبه تختلف.
ما يقع الاحتلال. الا بغينا نديروا هذا الشيء هذا خصنا نخرجوا واحد المدونه ديال الانتخابات اللي يمكن ليها تمكننا باش نوصلوا لهذه النخبه هذه فيما يخص نمط الاليات القانونيه. اذا سمحتي غنقطعك الاستاذ نرجس، من غير الاليات القانونيه خصنا نغيروا العقليات ديال الاحزاب السياسيه باش تفتح المجال شويه لهذا الجيل الجديد. لان اليوم في التلفزيونات ديال المغرب كامل جميع القنوات وحنا كنتحدوا على التشبيب وعلى تجديد الاجيال كنلقاو نفس الوجوه اللي كانت كتمارس وكتشارك في الندوات وفي اللقاءات الصحفيه طيله هاد ال 20 سنه الاخيره. وهذا لا يمكنني الا ان اتفق معكم في هذا الباب، واظن ان ماشي الاحزاب السياسيه، هو كاين في هذا الاطار هذا المسؤوليه مشتركه. اولا الهيئه الناخبه يعني الشعب المغربي مطالب الان باش ياخذ مسؤوليته وباش يشارك واحد المشاركه واسعه وفعاله في الانتخابات المقبله. لانه ما نشاركوا شيء ب 37% ومن بعد نبداو نتشكاو علاش خرجت لنا هذيك النخبه. راه خرجت من صندوق الاقتراع، راه ماشي 37% اللي اختارتها هي اللي سميتها، ولكن هما اللي جاوا الاخرين ما حتى شي حد ما شدهم يشاركوا. كذلك الاحزاب مطالبه بواحد السلوك مخالف جدا، لا من ناحيه الانفتاح ديالها، لا من ناحيه حكامه تدبير الشؤون ديالها، لا من ناحيه كذلك التاثير والمساءله ديال المنتخبين ديالها. خصنا نعرفوا ان العلاقه التي تربط بين المنتخب والحزب لحد الان في اغلب الحالات تختزل في التزكيه. لا كتكون عقده ما بين المنتخب والحزب اللي اعطاه التزكيه ديالها ديال المساءله. حتى هذاك السيد اللي كياخذ تزكيه الاستاذ نرجس راه كيخلصها، يعني كيخلص كياخذ تزكيه ما كتبقاش عنده العلاقه مع الحزب. الاستاذ عمو في هذا السياق هذا لا بلاتي الله يعطيك تفضل تفضل. الشيخ الثالث هو دور الدوله في هذا الشيء هذا. الدوله مطالبه باش السلطات اللي تتسهر على سميتو العمليه الانتخابيه مطالبه بضمان انتخابات نزيهة. نحن الآن في بلدنا الحمد لله كله يقر على أنه المحاضر ما بقاش تتزور، على الأقل في الأغلبية الساحقة ديال الحالات أنه التزوير ما بقاش، ولكن الكل يعلم أن مازال المال تيدور. وهذا الشيء اللي قلتي أظن إلا بغات السلطات تضبطه راه يمكن لها تضبطه. كلها تضبطه. أستاذ عمو غادي نسولك على المطلب ديال حل البرلمان اللي كترفعه حركة 20 فبراير، إلى أي حد تتفق وتختلف مع هذا المطلب هذا؟ ما هي مشروعيته؟ مسألة حل البرلمان لها مساطر واردة في الدستور. الجهة التي لها صلاحية حل البرلمان واردة في الدستور هو صاحب الجلالة بعد استشارة الوزير الأول، وأن يكون هناك أسباب اللي يستحيل معها استمرار المؤسسة في أداء وظائفها. الآن البرلمان الآن مدعو لانخراط في إنجاح مرحلة انتقالية إعداد لما بعد الدستور الذي يهيأ ما بعد الإصلاح الدستور، وذلك من خلال فتح أوراق مستعجلة على مستوى الإصلاحات السياسية اللي شغلها السي حميد، وعلى مستوى إنهاء المشاريع اللي قايم، على المستوى بجانب التشريع على البرلمان مهمتين بإمكانه أن يقوم بها غدا، وهو التعامل الإيجابي مع محاربة الفساد بتشغيل الآليات المتوفرة لديه من خلال لجنة التقصي والضغط من أجل الملفات التي هي تخرج إلى القضاء ونتدر لازم في هذه الملفات. هذا واحد. تقصي المحل ديالها توصلوها للنهاية ديالها. توصل للنهاية ديالها، ماشي توصل للنهاية ديالها وهو تحال على القضاء باش يكون هناك بالفعل. ثانيا أن يتم تطهير هذا البرلمان كذلك في ما لا سميت، لأنه أن لا يستثنوا البرلمانيين اللي هما ساهموا في الفساد في هذه العملية هذه، لابد من أن يعلن هذا أمام الشعب، لأن هذا الشيء اللي كيطلب الآن الشارع.